بعدم الدستورية والذي يصب بطبيعة الحال الملتقى تاع اليوم له أهمية كبرى مادام رايح يعني نجسد المادة 188 من الدستور اللي هي تعطي الحق على كل حال لأي متقاضي أثناء المحاكمة تاعو أمام جهة قضائية عادية أو جزائية أو إدارية أن يثير بين النص التشريعي المطبق في القضية نتاعو على كل حال مآل النزاع يهتك الحقوق نتاعو والحريات ينتهك حقوقه وحريته وبالتالي الجهة القضائية ممكن ترسل على كل حال دفع ذاك المجلس الدستوري اللي هو راح يفصل في صحة هذاك النص التشريعي هل هو دستوري أو غير دستوري وكما سبق القول على كل حال اليوم مثلا تكلمنا عن المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية التي تتعارض مع المادة 160 من الدستور التي تنص صراحة بأن القانون يضمن حق التقاضي على درجتين وبالتالي احنا صرحنا على كل حال في 19 تاع الشهر الجاري هذا صرحنا بعدم دستورية المادة 416 جزئيا في النقطة الأولى والثانية نتاعها.